شوفت عينك هاي الحالة وخلي القصة بيني وبينك شوفت عينك. يا يلمي والله العظيم انك جننتي، يا يلمي انت مجنون. ابو صقر خليني مبسوط يا زلمة. يا يلمي انبسط، احنا زعلان انك تكون مبسوط وفرحان، بس يا يلمي والله اللي سويته غلط. تبيع اثاث بيتك يا يلمي، تبيع الصالون، تبيع الثلاجي، تبيع الغشاري، الفرن والسخان الشمسي مشان موبايل. ابو صقر يعني شو فيها؟ يعني كل العالم بيشتروا من هذا الموبايل الغالي، هذا الموبايل الذكي. ابو صقر يا اخوي تركدش علي، تركدش علي، خليني مبسوط. الله يسعدك. شمعة والله انا بحب مصلحتك، انا والله العظيم يا يلم انت مثل اخواني مثل عيالي يا يلم. ابو صقر اقول لك عشان اثبت لك اني مبسوط، ها بدي هسه اعزمك واحليك ونروح على كافي شوب وبنشرب اشي زاكي عشان احليك على الموبايل. ان شاء الله يا رب يكون اللي طق عمود الفقري.